رمعت منيح عطيها كتير. شفتي شو كان في ورد؟ هول بالزيتون. نحن عنا زيتون. هلا انا بحس انه وقتها كنا نمرق ويمكن هيك الاولاد ما كتير بيعنوا لهم هالاشياء، بس بعدين صرنا نشتاق لهم. هون كنا مدخن، يعني كان عيب بالضيعه تقعد بنت برا هيك بساحة الكنيسه وتدخن، بس انه نحن اماتنا من كفر مطة، نحن ثلاثه بنات بيروت. فرمتا ضيعة ستة، حافظتها عن الغايب وبس عن الغايب. بما أنه من 25 سنة لليوم ما حدا قدر طلع على كفرمتا من أهلي المهجرين. من أنا وصغيرة ما بعرف كفرمتا غير من خلال خبريات أمي وذكريات العائلة. بسمع أنه في ناس طلعوا وقالوا لي أنه نص البيت هابط ونص التاني بعده مثل ما هو، يعني انه في عائلة ساكنة بنص البيت. من بيروت لكفر متى يعني بدها شي نص ساعة. هلا مع انه كمان صار في طرقات اوسع ومختصرة اكتر. كفر متى ضيعة موجودة بخيالي، رحت فتش عليها بذكريات اهلي المهجرين وشبابها اللي ما بيعرفوا من ضيعتهم غير اللي بقي من صور وذكريات. كان عمري شي 6 سنين تقريبا وبتذكر خيالات. كان عمري 12 سنة لما انفلت، يعني بتخيل البيت، الجيران، بيوت الجيران. كان معي واحد بالجيش، انا عارفه انه من كفر متى بس هو يمكن مش عارفني من وين، عارفني من بيت حداد بس مش عارفني من وين. جرب يسألني غيرت الموضوع بالصدفة، يعني كيف بدي اقول لك، كان انه ما يقبل ياكل الا معي، ما يقبل يروح لمحل الا معي، شو ما يصير معه يجي يخبرني قبل ما يعرف انه انا من فوق. بالصدفه ما بعرف كيف عرف انه انا من كفر متى. يمكن بدك تقولي صار يتخيل الشيطان ولا يتخيلني. حرقه بقلبه الواحد انه يكون في عنده ضيعه وما انه قادر يطلع عليها. يعني الرجعه انه هيك شكليه، انا بقول رح تكون شكليه بفتكر هيك. مش بدي هون عادة لما منجي على كفر متى كل أحد منوقف بعلي ومناخد كنافة، نتروق كنافة بقى حتى ما نغير العادة. أنا نازلة جيب لكم كنافة كيف تحبوها. سكان كفر متى هن دروز ومسيحية وهن تعايشوا سوا لمئات السنين وتشاركوا الأفراح والأحزان لحد ما فرقتن حرب الجبل. مسيحيي كفر متى على عكس بقية مسيحي الجبل المهجرين ما قدروا يرجعوا على ضيعتهم بسبب فضيحة الخسائر البشرية عند الدروز بمعركة كفر متى. الحرب اللبنانية بلشت بال 1975 بين الفصائل الفلسطينية المسلحة وحزب الكتائب اللبنانية، وتوسعت لتشمل كل الأفرقاء الموجودين ودول مجاورة مثل سوريا وإسرائيل. إسرائيل اجتاحت لبنان عام 1982 واحتلت قسم من لبنان بما فيه الجبل يلي سكانه مختلطين دروز ومسيحية. حرب الجبل بلشت بعد الانسحاب الإسرائيلي بين الجيش والقوات اللبنانية من ميلي بوجه الحزب الاشتراكي الفلسطينيين والجيش السوري. عملية الانسحاب تمت بهدوء وبأسرع مما كان متوقعا لها وبدون إصابات إسرائيلية. هذا وما كادت القوات الإسرائيلية تنهي انسحابها حتى اشتعل كل شيء في الجبل. المعارك ضارية في الجبل، عنف الاشتباكات يتركز على محاور بحمدون سوق الغرب علي، صدامات مباشرة على هذه المحاور واقتحامات متبادلة. نتيجة هالحرب 62 ضيعة مسيحية تهجرت من الجبل، حوالي 200 ألف مهجر ومقتل حوالي 2000 مدني من المسيحيين. أما بكفر متى فالوضع كان مختلف، السيطرة على الأرض كانت للقوات والضحايا كانوا من الدروز، حوالي 120 قتيل بين درزي وفلسطيني. اشتباكات في كفر متى وأخبار تتحدث عن جريمة قتل جماعية يذهب ضحيتها عدد من القتلى والجرحى. بقيت كفر متى بيد الجيش اللبناني لسنة الـ 84 لما انسحب الجيش وترك الضيعة للحزب الاشتراكي، فتهجروا مسيحيي كفر متى ولهلأ ما قدروا يرجعوا على ضيعتهم. وين بتصير كفر متى تقريباً؟
شايفي هالتعرجات كلها بالجبال، اخر وحده هون اخر ضيعه مبينه هي كفرمت. وصلنا على عباي، هيدي عباي هلا يعني كم دقيقه وبنوصل على كفرمت. هون كثير مغيره الطريقه علي، حتى هون ما بعرف، هون كان في كوع والكنيسه مطرح ما نحن واقفين، كان الكوع وكانت الكنيسة ورانا، ما بقى فيه لا كوع ولا كنيسة. هيدي هلأ هون الحد الفاصل بين عبي وكفر متى. شو في؟ شو مامي؟ مش رح فوت على كفر متى. ليه؟ ما بقدر فوت على كفر متى. لحظة جرب بركة. لا بعرف حالي انه ما بحملها، ومش صار لي 25 سنة تهيك فوت على كفر متى. يعني كفرمتة الأرض عزيزة، بس الضيعة هي أرض وناس. أهل كفرمتة اللي أنا بعرفهم واللي بحبهم والناس اللي ببيوتهم ما رجعوا. أنا بدي فوت على كفرمتة كأنه غريبة، خايفة حدا يشوفني أو يعرفني. أنا كنت أوصل على أول كفرمتة وحط إيدي على الزمور إنه أنا جيت، يطلوا كلهم وشوفي هالوجوه عم تتحكلك وناطرينك، وإذا شي أحد تأخرنا شوي تحسي إنه ليش تأخرتوا، صار معكم شي شغل بالنا عليكم. هلأ بدي فوت عم صلي إنه ما حدا يعرفني، لأنه يمكن ما بعرف يعملوا لي مشكل ولا شي، لأنه ما رجعوا أهالي كفرمتة، ما بقدر أرجع هيك على كفرمتة. لا بفضل ضلني ناطرتها بفرح وبإيمان إنه رح ترجع كفرمتة ونرجع كلنا ورح نرجع أحلى من مكان. 25 سنة وقت كتير طويل، تغير من خلاله كتير اشياء. فستة توفت قبل ما ترجع تشوف ضيعتها وبيتها من جديد، بيت ستة يلي حولته الحرب لمتريس. الحرب اللبنانية انتهت عام 1990 وباقي لبنان تحت الاحتلال السوري. عام 2005 تم اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الحدث اللي أطلق ثورة الأرز. فات حالف عدد كبير من الأحزاب اللبنانية لإخراج الجيش السوري من لبنان وكشف حقيقة اغتيال الحريري. تحالف 14 أدار ضم أيضاً حزب القوات اللبنانية والحزب التقدم الاشتراكي، أعداء الأمس اللي صاروا حلف اليوم بوجه موجة الاغتيالات اللي عم يتعرضوا لها ولا تحرير لبنان. شعب واحد موحد، ما رح ينقسم، ما رح يكون في حرب أهلية بعد اليوم بلبنان. نقسم بالله العظيم مسلمين ومسيحيين أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعاً عن لبنان العظيم. عاش لبنان، دفاعاً عن لبنان العظيم. هالتحالف خلى يصير في تقارب أكثر بين هالحزبين، والمصالحة بكفر متى صارت ممكنة. كفر متى بعدها موجودة، لازم أعرف كيف صارت كفر متى اليوم. لهيك اتصلت بمسؤول من الحزب الاشتراكي يلي ساعدني للدخول والتصوير بكفر متى لأول مرة. هلأ منعرف مين بده يلاقينا فوق، نحن حنطلع على سوق الغرب بفتكر، وهن حيرجعوا يلاقونا على كفر متى. لا ما بدي نطلع لحالنا على كفر متى. يلا بعدك على بالي يا قمر الحلوين، يا زهر بتشرين، يا ذهب الغالي بعدك على بالي، يا حلو يا مغروب، يا حبق ومنتوب على سطح العالي.
82 اختصار مجزر راح فيها 107 107 شهداء بفرض ليلة الساعة 5 على بكرة. هلا كلهم اصحابنا اللي رايح لهم اهلنا واخونا، بس الوقت هو بنسي يعني، والزمن هو اللي بحل المواضيع. هذه لك هذه وين بتخيلي؟ وين بقت اسا حاليا ماجد؟ لا 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 يا خيي لا لا خيي هذا شو اسا بنروح بنشوف اسا بنطلع بنشوف نشوف تقسيمه البيت. انا لك هذه بعرفها بس بدي ابرم شوي بضل اتذكر يعني. هذه وين وسام؟ احنا بنعرف الوجهه من هونيك، شفتها هيدي؟ خلينا كيف ايش طالع هيك طالع هي نازله مش طريق عم باين جنيني. لك وين شفت هذا البيت اول شيء؟ هذا لا مطروش ولا شيء، لكن فوق طبيعي. خي هذا بيت بعده مثل ما هو، ما حدا راح يزبطه هاي. يا الله مندبره بنعرف نعرف يعني. يلا نروح نشوف هذا البيت. وهيك رحنا نفتش على بيت ستي يلي ما معي غير صورته لحتى نلاقيه بطرقات كثر متى. ما هذه بالعكس يا خيي شو بك؟ وين العريض؟ اعطينا فين بخير حطها من حد وين البنايه اللي وراهم؟ هاي الصوره هي فيش حل غير ما هن يرجعوا. ترى نعرف وين؟ لا هي لو بتعرف اسم غاص انديانات يا زلمه يا جرستنا ضيعتنا وطنا نار. ما لقينا البيت، يمكن تغير يمكن تهدم يمكن ما فتشنا بالمطرح المناسب ما بعرف، بس رجع أكفر متى صارت قريبة بما أنه المصالحة تمت. نيسان 2008 أهالي أكفر متى مدعوين ليجوا يستلموا بيوتهم من بعد ما اندفع أخلاقات لدروز لترك البيوت المسيحية وإعادتها لأصحابه. أمي هالمرة صار فيها تفوت على كفر متى. حبيبي كيف يا حبيبي؟ والكلب تعرفي أنت وين واقفة هلا؟ محل الكنيسة، هون كانت الكنيسة. بتصور هذا الحجر اخر شيء من الاثار تبعوله. افتح عينك على يوم جديد، خلي البسمه ايامك تزيد، يلا دنيا برا تستنى، افرح عندك كل اللي تتمنى، هيدا أنا كلني مثلك وكلني غير عنك، بتضحك بنكت ببكي وبسب، ما بركز بلا فنجان قهوة عالصبح. أنا موظف أنا مدير أنا رب عمل وأنا عاطل عن العمل، بحب وبنغرم وبينكسر قلبي، بحب بطني وبعرف طعم التمه، بعمل رجيم وبزعبر بلوح شوكولا، بروح على النادي وبتمرن، عندي صفحة على فيسبوك وكتير أصحاب، بسمع موسيقى وبرقص وبجن، عملت اشياء كتير منيحة بحياتي واشياء كتير عاطلة. امي بتقول انه انا مميز، بس انا مش هيك، انا شخص عادي بيعمل اشياء عادية كل الناس بتعملها. طعم السعادة مع كادبري ديري ميلك الآن بالكراميل. هولي أنت لما كنت صغار يعني؟ هذا أنا لما كنت صغير مزبوط. هاي الصورة أكيد بالشعنينة، هاي بساحة الكنيسة مبينة الكنيسة بالباكراوند وخالي جوزيف حمدني. هاي الكنيسة هاي القبي وهاي الجرس أخذوه. كمان هاي الصورة بساحة الكنيسة، هو المقابر مبينين ورانا، كمان المقابر جرفون يعني الكنيسة والمدرسة والمقابر بطلوا موجودين. أنا بيي استشهد بكفر متى، وأكيد ما استشهد لحتى أترك هالأرض، بالعكس أنا حريص على أول نهار بكون مرتاح فيه بكفر متى وعم بمشي بحرية بكفر متى. بأقرب وقت إن شاء الله هيك أوصل حط هالوردة على ترابه
وضوي هالشمعة. هون كانت الكنيسة. بعد لورا يا عمي كان كله هيدا دار. كله هونك دار الكنيسة. وكان كله درابزين من هون. هلا كنيسة مارجريس الأرثوذكس مش تلفزيون هاودي جامعة الألبا. آه، أوكي أوكي. جامعة الألبا. إيه دوكيومنتير محضر استلام. الله يمكن يعطيك العافية. كنيسة مارجريس للروم الأرثوذكس كفر مرتا إضافة إلى مدافن الكنيسة والمدرسة الرسمية. رقعة الأرض شي 5-6000 متر. ومدرسة. مدرسة مبنى واحد أو مبنيين بنريم. مدرسة من طبقين جميعها مهدمة. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئت الموت وأبطلت قوة الشيطان ومنحت الحياة لعالمك أنت يا رب، أرح نفوس عبيدك السابق رفادهم في مكان النيل. انهض أنت بكنيستي، أعطنا أن نكون مشاركين لك في البناء في كنيستا، لأن لك الملك والمجد والولاء. آمين. ليك المنظر هون شو حلو. ثورة زي أحلى ما يكون. ليه؟ هذيك من جان زرين. اجوا الدرك يسلمونا. يلا بدك صورته هي. ايوه 294 طابق الارض بيت اهلي. لا ما بين مفتوح على الرندع. انا انصدمت انا لما شفت البيت. مبروك 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 الرجعه. يا حرام يا حرام. بس كأنه بعد في غراض. كيف دي سلمونا؟ في غراض جوا، كيف دي سلمونا البيت؟ في شي غلط. ايه؟ اه في ناس جوا. قالوا لنا اليوم بدنا نجي نستلم مشان هيك. ما انا بعد ما اعطيك الاخلاق. اه بعد ما اعطيك الاخلاق. انا غير علي كثير بتعرف. هلا انتم مخصكم هون من المعارك هي تصير هون معارك طاحنة. بس عارفة بكرة بس سلمتهم هي رح ضل اجي لأنه في إلي الذكريات هون. يا الله هون كان في باب بوابة هيك خشب وإزازة طبعاً أكيد ما بتعرفهم. ما استلمنا البيت. مش كل البيوت تم إعادتها لأصحابها لأنه بعد ما اندفع خلقات لكل الدروس يلي قاعدين فيها من قبل الدولة. هالموقف خلينا نتعرف على عيد ولكن استدعى بعض الاشكالات بغير بيوت بكفر متى. قولوا مرحبا طيبون. ما قولوا مرحبا. في نسوان ما في لا في في مرحبا ما تعيط قابضين اخلاء ومغطون لك بالعمار قد ما بدك. بس مرحبا وبتجوا تفوتوا 100,000 مرحبا 100 صباح نور 100 فلي 100 ورده. ما تواخذنا انا بعتذر عنه بس لا يا بس ما تشرعني بالمنطق. هي باتنا وباتنا عم تجمنيش ونحن جايين. ما تشرعني بالمنطق بالمنطق الاخوه محبوب اعطيكم هيك يا خي ما بيستغرب. اكيد انه انا يمكن صار لي 8 سنين هون. انا بالاول كنت ساكن خيي ومرته. كان البيت انه يمكن مش كثير منيح لهم فتطلقوا. كمان كنت حب ناس. كنت كل يوم معوز اطلع من شغلي بوقف هوني وبطلع على البيت. كمان البيت مش لقلهم فلو يعني انتو السبع. بس كان كتير منيح لقلي انه انا كتير انبسطت هوني انه هيدا البيت بحبه كيف ما كان بعيوبه اللي هي موجودة فيه بحبه. تعودت ايه بحبه. استلام بيت ستي ما بقى بعيد. أسابيع قليلة وبيرجع البيت إلنا. وبهالوقت الحياة بلشت ترجع لكفر متى مع عودة قسم كبير من الأهالي المهجرين لبيوتهم وبداية إعادة أعمار الضيعة.
بلا كل الوقت عنا امل نرجع سلكه شو بلد الواحد وضيعته بينساها لحتى اخر دقيقه بتفكري انه بدك ترجع بدك تشوفي بدك تعمل. يعني شو عندي بهالبيت مسمار حافظته، اجيت انا ابرم 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 ودور على كل شيء تركته. ماما قطفت شمرران بدها تعملن، اخدتن على لندن. صار لي زمان ناطرة هاللحظة، نهار يلي بده يرجع لنا بيت ستي. اليوم أنا وأمي طالعين نستلم مفاتيح البيت. ايه هاي عيد كيفك؟ طيب اوكي عيني اوكي يلا باي. جاي هلا بيعطيني مفتاح عم بينزل الغراض لبيت اهله. عم بتنقوز على بيته الواحد ناطر تيسير مسموح فيه. مش كضيف يعني فوت كصاحب البيت. لما بكون هون بفكر انه بدي ظبطه واعمل واعمل. بصير دغري هيك فكر انه لا بدي ظبط كل التفاصيل وكل شيء وارجع يو لطيف يعني. لما بنزل على بيروت بصير اقول لا بظبطه جوست لنسيسار. لانه ما بعرف المستقبل شو مخبى لهون. كنا ننام وننسى الباب مفتوح. نقوم على بكره اوقات انه نسين الباب مفتوح. هلا ما بعرف اذا رح نسترجم ايه. نفيد صفحه ومستعده افتح صفحه جديده وقول انه نحن اولاد اليوم وخلص بدنا نعيش هيدي ضيعتنا وكلنا بدنا نظبطها. بس اوقات بتحسي انه يمكن مش الكل عندهم هالنفسيه او مش الكل عندهم هالقرار. يعني مش هيك بتصيري تقولي انه شو المستقبل؟ ما بعرف. لأنه أنك تعيشي فعلاً بسلام بده بنية صادقة فعلاً من الكل. إيجا هيدي موسيقته بيمشي على الراديو. عيد هاي كيفكم؟ يعني ما كتير هيك حسيتك جاي تاخذي مني شيء يعني بكرهك. عن جد هيك حسيته وهيك هذا لانه كثير انه يعني عم شيل فضي كذا انه اوكي بس انه اخرتها فكر انا صار لي 25 سنه وانت كمان ايه نفس الشيء ما بعرف بس انا ما قدرت اكل وانا اللي لا انا عم بقول هلا بكرهك انه بلحظه يمكن تمرق بكره هالظروف ايه الظروف وكنت ناوي اجيب حتى ميوزك اجيب هيك اغاني بيتي انا بيتك وانا صار لازم ودعك بنضل على التواصل وبتجي بتشوفه مثل ما كان كثير هو بيستاهل يكون اجمل بيت قلت لك لازم يتساوى لانه انا مقصر كنت فيه لانه مع اهلاتي انه انا بتعرفي بيجي بنام هون يعني انت قاعد موقف انه حتى بنام ما بعمل اكل هيك هون. اوكي ان شاء الله بيكون شو بيت خير عليكم مثل ما كان علي لانه انا بصراحه شفت السعاده هون رغم انه البيت مش متواضع اقل شوي. بس يا مش عم بعرف شدي لبرا شوي ايه
مهني هودي مرة عمو فيه ضارب حطوا قالتك وبس ما زبط معه. زبط يا غير. لا ما زبط. بتعرف شو بدنا نحط طيب هيك لما بدنا نفتح الاستجابة نفسي. حدا بيقدر يطلع من شيء شقفة منه، ما فيك تطلع من شقفة منه. اللي راحوا مش رح يرجعوا، ونفس الأيام أكيد ما بترجع، بس بحب إنه يكون في لنا ذكريات جديدة حلوة فيها. كفرمتا ضيعت ستة، حافظتها عن الغايب، وما بقى بس عن الغايب، بما إنه من اليوم ورايح كفرمتا رجعت لكل أهلها إن كانوا دروز أم مسيحيه.